مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بحلقة خاصة واستثنائية من نوستالجيا، الحنين إلى الماضي. رحلة النوستالجيا لليوم لن تكون عن حياة شخص أو عن تاريخ مكان، بل عن مؤسسة حملت راية الأردن في مختلف أنحاء العالم منذ تأسيسها في مثل هذا اليوم في 15 من شهر كانون الأول عام 1963 على يد جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال، بإمكانيات متواضعة ولكن بطموحات كبيرة بحجم القيادة الأردنية وعزيمة الأردنيين لتكون الناقل الوطني للمملكة الأردنية الهاشمية. وها نحن اليوم وتستمر المسيرة، نحتفل بمرور أكثر من 58 عام على تاريخ هذه المؤسسة الوطنية بتوجيهات صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني رعاه الله، لتقوم بدورها على أسس من التطور والحداثة برغم جميع التحديات. أهلا بكم في نوستالجيا الملكية الأردنية. لحظة الميلاد، اللحظة التي ترسخ بالذاكرة. وذلك النهار كان موعد الرحلة الأولى. الفصل الأول من القصة أصبح جاهزاً للإقلاع، وعلى الطريق وجوه وأماكن ومسافات. تغيرت الأسماء وبقي جوهر إحساسنا. الأرض تزداد صلابة تحت أقدامنا، والغيوم تتألق بأجنحتنا. محلقين كسفير يحمل راية الأردن في أنحاء المعمورة. أكثر من 58 عاماً مضت، وما زالت رؤوسنا عالية ووجوهنا مستبشرة. الملكية الأردنية وتستمر المسيرة. ضيفي لليوم بدأ مسيرته الوظيفية في الملكية الأردنية عام 1979 كمهندس طيران، وتدرج وظيفياً ليتولى مناصب تنفيذية عليا في الملكية الأردنية في دائرة العمليات الجوية، التخطيط التجاري، تقنية المعلومات، خدمات المسافرين والهندسة والصيانة، حتى تسلم وظيفة الرئيس التنفيذي للشركة في الفترة ما بين 2001 و2009. خلالها بذل جهود كبيرة منذ تسلمه إدارة الشركة للنهوض بالملكية الأردنية إلى مصاف شركات الطيران المتقدمة، وتمكينها من تبوؤ مكانة مرموقة في حقل صناعة النقل الجوي العالمية. وأيضاً انضمت الملكية الأردنية إلى تحالف One World وتمت خصخصة الشركة. عاد ضيفي لينضم إلى شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية اعتباراً من 31 آذار 2021 في فترة قد تكون الأصعب في عالم الطيران التجاري والنقل الجوي في ظل جائحة كورونا، ليتسلم مهام الرئيس التنفيذي للشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة. بيسعدنا وبيشرفنا يكون معنا عطوفة المهندس سامر عبد السلام المجالي. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، وكل عام والملكية الأردنية بألف خير. وإنت بخير، شكراً. طبعاً إحنا بنعرف بأنه اليوم الحديث رح يكون حديث عن الذكريات وعن التاريخ الجميل اللي ارتبط فينا كأردنيين وأردنيات بها 58 سنة الماضية. وبداية بنعرف بأنه هذه الشركة سميت منذ تأسيسها باسم عالية تيمناً بصاحبة السمو الملكي الأميرة عالية بنت الحسين المعظمة، فحبينا اليوم أن نبدأ برسالة من صاحبة السمو الملكي في ذكرى تأسيس هذه الشركة. خلينا نشوف. بتذكرش بالضبط طبعا كيف حكى لي، بس بتذكر انه المرحوم الوالد قال لي انه راح نسوي يعني في شركه الطيران وسميتها على اسمك، ولانه اسم عاليه يعني لا طيران كمان، فمنه انه يعني كنت مبسوطه طبعا انه حمل اسمي، بس انه الاسم كمان له علاقه بالطيران، خلينا نقول او بالجو. فالحمد لله كنت كثير مبسوطه وفخوره طبعا، وكان دائما بس يعني الوالد كان كل إشي بتعلق بالأردن الواحد يحس في خصوصية، يعني لما تشتي نقول بنبشر إنه شتت، لما فالملكية بالذات كنت أحس يمكن بخصوصية أكثر تجاهها لأنه كانت على اسمي. وبتذكر كان في الطيران أولها الكارافيلز كان فيها صوتي حتى
بعدها بكم سنه يمكن كان عمري 10 سنين او شيء، كان دائما صورتي عليه فانا افوت. فالواحد شوي لما يركب على الطياره يحس انه يعني له علاقه خاصه فيها. واكثر من مره افتتحت بعض المكاتب، بتذكر كنا في زياره رسميه مع الوالد لفيينا بال 76 اظن ما فتحوا المكتبه هناك، فقال لي لا انت روحي افتتحي. فكان يحب انه يخليني دائما يعني له علاقه بالموضوع. وبعض المسافرين كانوا يقولوا انه عاليه always late in arrival، فدائما احيانا الطياره توصل متاخره واحس بالذنب مش فيعني كان في علاقه خلينا نقول او ما زالت يعني خاصه، انه بحس انه اللي مسؤوليه تجاهها وانه يعني في 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 ميزه معينه. ذكريات كثيره، بس يمكن اكثر ذكرى بتذكرني في الوالد وفي قديش كان حساس للواحد، انه لما غيروا الاسم سووا عشاء كانت في المطار، وقال لي لا يعني روح على العشاء، لانه يعني اصر علي اكون في العشاء، وقلت يمكن ما لي دور يعني ليش اجي، بس كنت جالسه يعني باخر القاعه، واللي جالسين معي على الطاوله بالصدفه هم الشركه الاجنبيه اللي غيرت، فطول العشاء هم بيقولوا يعني لازم شيء تغيير وشيء مودرن، بقول طب اسمي مش هالقد يعني ما له شيء، حسيت حالي يعني. وبعدين باخر العشاء طلعوا كيك انه على اساس الوالد يبارك بالخطوه الجديده، فما بلاحظ وانا جد باخر القاعه ما لاحظت غير الا بيأشر بقول له ما تعالي، فقلت طيب، فاجت قال لي انت يعني زي اللي انه انا بده يعني انا ابارك في الشغله، فقلت له طيب، فشوي انجبر خاطري انه يعني مش هالشيء الغير سياحي اللي كانوا عم بيحكوا عنه، فقصيته وبعدين قالوا ايوه يعني المسؤولين انه يعملوا لكن انت الان، فقال لي طيب، اخذ السيف وقال مع عاليه وبرضه مسك ايدي، فكان له اسلوب انه بحس في الواحد يعني طريق فرد، بس كانت لحظه كثير مش فريدة، لأنه هو كان عنده يعني مرات الواحد يكون على باله شيء ويورجيك إنه حس فيها من غير ما أي حدا ثاني يعرف، بس يوميتها بالذات يعني كثير لقيتها حلوة منه. إن شاء الله الله يخليهم موفقين، وإن شاء الله دائما بالعلالة، وعند حسن ظن الجميع إن شاء الله، ما بدنا always late in arrival، بس ما شاء الله عليهم. أعتقد إنه يعني كان الوالد دائما يعتبروا إنه يعني حمة الراية خلينا نقول دوليا، فإن شاء الله دائما زي ما قلت في العلالة وبالسلامة وموفقين كل اللي بيشتغلوا فيها واللي بيساهموا فيها. الحمد لله كمان كان يعني لها كادر كبير من الوظائف من الخبرة، ووصلت دول يعني كثير، يمكن بعدين تقلصت الـ 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 الرحلات، ولكن ما شاء الله يعني كانت توصل لجنوب أمريكا فالحمد لله إن شاء الله دائما للأمام وبأفضل حال وبأفضل وضع عالميا، وتوفيق إن شاء الله. كل الشكر لصاحبة السمو الملكي الأميرة عالية بنت الحسين المعظمة، اللي دائماً ما بتتردد إنها تظهر على شاشة عمان تي في بشكل عام وببرنامج نوستالجيا بشكل خاص، وأكيد حلقتنا لليوم مع مستر سامر المجالي فيها خصوصية وإلها خصوصية، لأنه إحنا دائماً بنسمع عن الملكية الأردنية باللقاءات الإخبارية واللقاءات الاقتصادية، ولكن اليوم الحديث رح يكون مختلف. لهيك بدي أبدأ معك من أبرز المحطات اللي مرأت فيها الملكية الأردنية على مر هال 58 سنة الماضية. إن شاء الله يا ستي. طبعاً قبل ما أبلش يعني في قصة طريفة على سمو الأميرة عالية. لما دهنا واحدة من طائرات الملكية حديثا في الألوان القديمة، ألوان نعم. عالية القديمة، كلمتها بالتلفون واستأذنت منها طبعا، وانبسطت كثير، وبعدين ورجتها الصور عليها، فيعني كان في لقاء في هذا الموضوع، وهي انبسطت بشكل كبير جدا على عالية وشو اللي صار، يعني عالية التطور عالية، ولكن انه كيف الناس بتذكروا الايام الجميله اللي كانت في الماضي. وهي الصوره اثارت ضجه على مواقع التواصل الاجتماعي، كثير من الاشخاص تناقلوها وحكوا عن يعني جمال خلينا نقول هذه الطائره بمناسبه المئويه. طبعا يعني احنا هي كانت سويناها بمناسبه يعني عيد الملكيه، وبنعتبر انه يعني تاريخ الملكيه هو من تاريخ البلد طبعا، فيعني 58 عام من الملكيه، من طبعا مئويه المملكه،
واعتبرنا انه هذا يعني انجاز للوطن، وحبينا نحتفل بهذه المناسبه من خلال يعني هذه التقدمه الطائرة. نلون الطائره في الالوان القديمه، طائره واحده. نعم، واذا بدنا نبدا نحكي عن المحطات. صحيح. اللي مرقت فيها، لانه اكيد هذه الاستمراريه كان فيها لحظات نجاح ولكن ايضا تحديات كثير كبيره. طبعا يعني بدايات انا بدي اوزع عمليه المحطات ل يعني خلينا نقول ثلاث حقبات زمنيه. نعم. الاولى اللي هي قبل ما انضم للملكيه، وهذا طبعا يعني سرد تاريخ، وبعدين الفتره اللي انا يعني لما دخلت فيها الملكيه الاردنيه، وبعدين الفتره الثالثه يعني لما توليت منصب المدير العام ب 2001. في بدايات، طبعا البدايات كانت متواضعه جدا، كان في عده شركات طيران موجوده في المنطقه، وكان في شركه طيران اردنيه اسمها اير جوردن وجوردن اوف ذا هولي لاند، يعني عده اسامي، ولكن جلاله سيدنا الله يرحمه جلاله الملك حسين قرر انه يوحدهم في شركه طيران جديده، وطبعا سماها عاليه الخطوط الجويه الملكيه الاردنيه سنه 63، وبلشت بطائرتين مروحيات دارت هيرالد ودي سي 7. واستمر هذا الحال يعني ببدايات متواضعه جدا، تشغيل لبيروت ولا جده ولا القاهره فقط في بدايات الامر. طبعا صارت نكسه الحرب ال 67 ودمرت طائرات النفاثه اللي جابوها الملكيه الاردنيه قبلها بسنه في اثناء ذاك الفتره، وتم استبدالهم لاحقا. ومرحله بدايه السبعينات ايضا كانت مرحله صعبه، ولكن دخل فيها الطائرات الجديده النفاثه، الطائرات ال 707 اللي هي طويله المدى، اللي سمحت لنا نطير الى نقاط بعيده جدا، منها لندن مباشره من عمان ونقاط اخرى في كل انحاء العالم. ويسكي 5 ليما فوكس تروت ليما، this is Juliet Yankee 1 Hussein on the mic. Right, sir, and we are very, very happy indeed to hear you loud and clear. 5x9 also here in Amman, the capital city of Jordan. And we have a very strong signal, and we are very happy indeed to hear you. And we are very, very excited about this first contact with Colombia. Thank you very much indeed. Go ahead, sir. وأيضا في سنة 77 تم إدخال أول طائرة الحجم الكبير، طائرة 747، واللي سمحت لتشغيل الملكية الأردنية وعالية في حينها من عمان إلى نيويورك إلى أمريكا من خلال نقطة في 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 أوروبا. فهاي يعني أهم المحطات الرئيسية اللي صارت في هذه الحقبة من الزمن كبدايات. سنة 79 أنا انضميت للملكية الأردنية كمهندس جديد وصغير، وحتى في بداية الأمر اضطريت أحط شوارب وأربي لحية حتى أبين أنه أكبر شوية، لأن من الملكية ما كان فيها يعني بس ميكانيكية، ما كانش في مهندسين كثير في حينها. يعني قديش كان أول راتب أخذته مستر سامر هيك على هاي هامش حديثنا؟ على هامش 237 دينار أظني في حينها. نعم. وهذا لا راتب عالي يعتبر 79 طبعا، لانه انا عندي كنت مهندس يعني، فمشان هيك فمشت الامور وتنقلت في دوائر مختلفه خلال تلك الفتره. طبعا الحقبه الاولى هاي يعني صار في ايضا تطورات في عاليه، تم ادخال طائرات ترايستار، ترايستار 500 اللي هي طائره كانت حديثه جدا في وقتها، طائرة يعني طويلة المدى اللي أيضا قدرنا نوسع فيها حركة عالية إلى الشرق الأقصى والفار إيست. وتم أيضا كمان الانتقال من مطار ماركا إلى مطار الملك علياء في سنة 82-83 في حينها. أنا أخذت فترة سنة ورحت سويت الماجستير في بريطانيا ورجعت، يعني استمريت في مسيرتي في الملكية في ذلك الوقت. تم أيضا بسنة 86 تغيير الاسم التجاري لعالية للملكية الأردنية. نعم. وطبعا سمو الأميرة أشارت لهذا الموضوع، أكتلي إحنا دائما بنحمل اسم عالية على طياراتنا عند الباب، دائما في يعني الساين تبع عالية،
فاستمرينا في استعمال الاسم عالية، ولكن أصبحنا الملكية الأردنية كاسم تجاري. نعم. الاسم الرسمي بعده شركة عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية، فهذا العملية استمرت يعني. وطبعا مرينا في مراحل مش سهلة. في سنة 91 كانت من يمكن من أصعب المراحل، لما صارت موضوع العراق والكويت في حينها، وكانت فترة صعبة على الملكية الأردنية. اضطرينا أنه ننقل كل طائرات الملكية الأردنية إلى قبرص وإلى فيينا، لأنه كانت تعتبر المنطقة هون منطقة هاي ريسك، يعني خطورة عالية جدا، ومن ناحية تأمينية ما قدرنا نلاقي غطاء لطائراتنا. فاضطرينا نطلعهم خارج المنطقة، ومسموح لنا كان نشغل طائرة واحدة باليوم إلى المطار الملكي عليا في حينها. وكل ما تفوت طائرة في الأجواء الأردنية، طائرة واحدة مسموحة كانت at any one time تنزل، نفضي الطيارة، ننظفها ونعبيها ركاب مرة ثانية، وتطلع مرة ثانية يا لقبرص يا لفيينا، وتحمل الركاب وتوزعهم على الطائرات اللي موجودين كانوا لباقي الشبكة. نعم. فكان في تحدي كبير، وهي استمرت لفترة شهر يمكن تقريبا، هذا التشغيل اللي هو خارج الأردن يعني. وطبعا استثنائي يعني طبعا كثير. وكنا العملية اللي كانت يعني ملفتة للانتباه، انه الطائرة كان لازم يعني من ما تصل لتطلع تقريبا من 20 دقيقة الى نص ساعة ماكسيموم. فعملية التنزيل وتنزيل العافش وتنظيفها ووضع التموين عليها واخراجها خلال فترة بسيطة جدا. فكان كل المطار يهب على هالطيارة هاي، وننزل من مكاتبنا ونساعد في عملية التحميل والتنزيل وتزويد الطيارة حتى تطلع خارج أجواء وتجي طيارة تانية محلها. فكانت يعني فترة مش سهلة يعني. طبعا استمر المطاف بالتسعينات في هذا الموضوع، واستمر فينا الحال يعني، صار في محطات مختلفة في تلك الفترة. طبعا هلا ندخل بالحقبة الثالثة اللي تكلمت عنها، وهي طبعا تزامنت مع قرار الحكومة في تحويل الملكية الأردنية من مؤسسة حكومة، مؤسسة الدولة، إلى شركة خاصة أسهمها مملوكة من قبل الدولة، وهذا صار بال 2001. وأنا تعينت مدير عام بعدها بكم من شهر يعني. نعم. طبعا من أهم المحطات في ذلك الوقت أنه بعد ما تعينت بشهر أو شهر ونص صارت أحداث 9/11 في أمريكا طبعا، اللي صارت طبعا أحداث كانت صعبة جدا فيما يتعلق في قطاع الطيران بشكل أساسي، وخصوصا طيران من الأمة العربية. وكان في إغلاق للأجواء في أمريكا، وأوقفت الحركة بشكل أساسي. طبعا هذا كان بداية أكبر تحدي في ذلك الفترة. وطبعا بعدنا كنا شركة حكومية، فكانت عملية إعادة الهيكلة بشكل كبير جدا، المحاولة في عملية تحسين أوضاع الملكية الأردنية واستكمال مرحلة تحويلها من مؤسسة إلى شركة. نعم. يعني أنظمة الشركة والآخر. فكانت فترة صعبة شوية بال 2001 و 2002، لكن طبعا صارت فرصة للملكية الأردنية بال 2003 لما صار الأحداث العسكرية بالعراق. وبعد ما انتهت الأحداث العسكرية في العراق، طلبنا من خلال الأمريكان اللي هم كانوا مسؤولين عن الفترة الانتقالية في العراق من 2003 إلى 2004، وقلنا لهم أنه إحنا يعني مهتمين كثير في استعادة حركة النقل الجوي بين الأردن والعراق، وإحنا ممكن نخدم العراق أصلاً ونعيده إلى المجتمع الدولي من خلال هذا اللينك. نعم. بين بغداد وبين عمان، وحتى نحمل المسافرين ومن عمان إلى على شبكة الملكية الأردنية عالمياً. وفعلاً صار في الاتفاق، وإحنا صار في عملية استخدام مطار بغداد في حينها، واستخدام الطائرات المستأجرة حتى نقدر نشغل إلى العراق في ظل وضع كان يعني تأمينيا كان شوية في عليه حذر شديد جدا في بداية الأمر. ما كانش فيه إلا الملكية الأردنية عم بتطير، فبلشنا رحلات جوية إلى بغداد. وهاي طبعا يعني علاقتنا مع العراق بعد ما فتحنا مطار بغداد وإربيل والسلمانية وكل النقاط العراقية في تلك الفترة بين 2003 و 2004 ساعدت الملكية الأردنية بشكل كبير جدا، لأنه صار في سوق جديد ومتعطش للحركة. نعم. بالإضافة للسوق الأردني، وهذه ساعدت حركة المسافرين على متن شبكة الملكية الأردنية، وساعدتها بشكل أساسي بالتعافي خلال السنين اللي تلت ذلك.
طبعا الملكية الأردنية صار فيه تحسن من خلال إعادة الهيكلة وموضوع شبكتنا مع العراق بشكل كبير، وصارت في عدة سنين فيها أرباح بال 2004 و 2005 و 2006 و 2007 اللي قررت فيها الحكومة استمرار في عملية الخصخصة بعد ما شالوا كل الشركات الاستثمارية وتم خصخصتها. هلأ صار دور الملكية الأردنية نفسها، ففي عام 2007 بالتعاون مع سيتي جروب تم عملية خصخصة الملكية الأردنية من خلال عرضها للقطاع الخاص إن كان في الأردن أو إن كان في منطقة الخليج وأوروبا، ولقت استحسان كبير جدا، وصار في اكتتاب عام على أسهم الملكية الأردنية، وتمت الخصخصة في شهر 12/2007 وشهر 1/2008 بنجاح كبير جدا، ونزلت مساهمة الحكومة إلى 29%، الضمان الاجتماعي كان له 10%، والقطاع الخاص الأردني وخارج الأردن كان بتملك حوالي 61%. فهي كانت أول عملية خصخصة لشركة طيران عربية وطنية تدخل للقطاع الخاص، وهذا كان إنجاز كبير جدا، يعني كان طبعا للبلد بشكل أساسي ولكادر الملكية الأردنية نفسها اللي وصلوا الشركة لهذه النقطة. وطبعا في هاي الأثناء كمان دخلنا في تحالف ون وورلد، وهي كانت أول شركة طيران عربية تدخل في تحالف دولي، وكان كمان هذا شرف عظيم أنه نتيجة التحسين الكبير اللي صار في طبعا شبكة الملكية الأردنية خلال الفترة هذيك، وتحسين في الخدمات وإلى آخره. طبعا فهاي هي أهم الإنجازات اللي صارت في تلك الفترة، وأهم المراحل اللي مشيت خلال تلك الفترة والمحطات المهمة. نعم، بتعرف مستر سامر، وأنا عم بسمعك بنقول إحنا كمسافرين على متن الخطوط الملكية أحياناً منمدح وأحياناً ننتقد، بس لما هلأ سمعت هذا التاريخ ما بين عهد جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال والتطورات اللي صارت بعهد جلالة الملك عبد الله الثاني الله يطول بعمره، بتحس قديه المواطن ما بيكون فاهم ما يحدث خلف الكواليس، وقديه في تحديات صعبة، وقديه ممكن حروب بهالمنطقة وتحديات لا تخصنا إحنا كأردن تأثر صحيح على شركاتنا وما إلى ذلك. فبالتالي أنا مبسوطة أنه اليوم بهالحلقة عم نحاول هيك أن نستذكر كل المحطات، وفي نقاط عديدة رح نرجع نحكي عنها من المحطات اللي ذكرتها بالأجزاء القادمة، ولكن بحب أحكي عن دعم جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني للملكية الأردنية، يعني بالرغم من جميع التحديات دائما بيكون حاضر موجود معاكم بمرور 40 عام على الملكية، بال50 عام، وإن شاء الله بال60 وال70 وبال100 بيكون موجود معاكم دائما. طبعا يا ستي، يعني ما حدا بيقدر يعني ينكر اي نوع من الا الفضل لجلاله سيدنا جلاله الملك حسين ابتداء وجلاله سيدنا الملك عبد الله في تطور الملكيه الاردنيه. ما في شركه طيران مثل الملكيه الاردنيه ومثيلتها في شركات الطيران الموجوده في المنطقه، اذا ما في دعم أساسي من القيادة العليا في الدولة من الصعب، لأنه التحديات في صناعة الطيران صعبة جدا. فجلالة الملك عبد الله يعني دعم كان منقطع النظير، يعني هو اللي عيني أصلا في البداية، فيعني ما في أكثر من هيك بالنسبة لي يعني أنا شخصيا. طبعا ثقة ملكية غالية أكيد في بداية الأمر، ودعم متواصل في كل هالفترة هذه، ويعني أيضا رجعتي الملكية قسم من ذلك الثقة اللي موجودة، ثقة الملكية في هذا الموضوع، فأنا بعتز فيها والملكية الأردنية كلها بتعتز فيها طبعاً هذا الدعم. والتطور الأساسي اللي صار خلال الفترة هذه ما كان إجا إلا من خلال هذا الجانب. نعم، بعيدا عن كونك رئيس تنفيذي للملكية الأردنية، المهندس سامر المجالي اللي بدأ وتدرج وظيفيا ووصل لهذا المنصب الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة، سامر الإنسان كيف بيوصف الملكية الأردنية؟ يعني الملكية الأردنية هي يعني صنعة فريدة من نوعها يمكن في كل الصناعات اللي موجودة في العالم، وهذا اللي يمكن بحبب الناس فيها. من ناحية مالية هي دائما صعبة
يعني دائما فيها مشاكل وقصص، لانه هي في بوز المدفع فيما يتعلق في المنافسه والكومبيتيشن. وزي ما حكيتي الاشكالات الاساسيه اللي بتصير اللي بتاثر عليها يعني مش دائما تحت ايدنا. مثلا الحروب، في عوامل خارجيه طبعا، الحروب اللي صارت في المنطقه، المشاكل اللي صارت في المنطقه اخر 10 سنين في المنطقه اللي حوالينا بالذات، اخر شيء جائحه الكوفيد طبعا، هذول كلهم بياثروا بشكل سلبي على هذا الموضوع. فدائما شركات الطيران من ناحيه ماليه شغلتها صعبه، بتعتمد على عدة عوامل أو عدة، مش بس عوامل، لا يعني خلينا نقول احتكارات موجودة اللي أنت ما إلك لا حيلة ولا قوة فيها. مثلا مطارات بتكون إلها نوع من الاحتكار اللي بيطير عليها، الوقود وصناعة الوقود إلها نوع من الاحتكار، يعني ما إلك لا حيلة في الأمر. موضوع تأمين الطيارات، في كثير من العوامل ما إلك سيطرة على عناصر التكلفة، والمنافسة من ناحية الإيرادات صعبة كثير. فمن ناحية مالية يعني فيها تحدي متواصل، مش انه يعني مره واحده بتروح. ولكن الصنعه نفسها يعني بتجنن، لانه فيها كل الاختصاصات اللي ممكن تفكر فيها، يعني ابتداء في جانب الايرادات والتسويق. يعني عمليه التسويق في الملكيه الاردنيه فيري سوفيستيكيتد، كثير معقده، وبتصل لكافه جوانب المجتمع، وتحولت بشكل كبير. صارت هلا سوشيال ميديا اكثر، صح، مختلفه من النوع الادفرتايزنج اللي كان في الماضي، اختلاف تماما. الجانب المالي يمكن بدي اقول لك اعقد من اي بنك، يعني البنك بيشتغل في المصاري بشكل كبير، لكن الايرلاين بتشتغل في عمليه استجاره طيارات، اعادتها، علاقات مع وكلاء السياحه والسفر، المبيعات، الكوميشن اللي بتصير، إلى آخره. مثلا الموارد البشرية، بدك تعرفي عن الموارد البشرية مش بس في الأردن، في كل دولة بتطير عليها الملكية. موضوع الجانب القانوني معقد جدا، وبدك تعرف القانون في البلد اللي بتشتغل فيها وكل البلدان الثانية. وبعدين كل شيء مضاعف، يعني قانون الطيران وقانون الموارد البشرية وقانون المشتريات، يعني بشكل. الجانب الفني معقد جدا كمان. جانب أتمتة المعلومات الاي تي، أنا بتذكر الملكية الأردنية في الثمانينات كانت هي من إحدى المراكز الوحيدة بالأردن اللي عندها كمبيوتر مين فريم IBM. إحنا كنا والجمعية العلمية الملكية، والبنوك كانت تشتري خدمات من الملكية الأردنية في ذلك في الوقت، نظام حاسوب، لأنه كان في نظام حاسوب نتيجة عمل الملكية. فكمان يعني من ناحية أنظمة الاي تي متقدمة جدا. الخدمه على الطائره، يعني سوري طولت عليك، بس الخدمه على الطائره مثل اي فندق. يعني العنايه بالمسافر فيما يتعلق في الكرسي والحرام والمخده اللي بيستعملها ونوع الكرسي، وسائل الترفيه، الاكل مثل يعني مرات يعني مطاعم خمس نجوم والى اخره. طمنهم، رجعوا الوجبات يا جماعه الخير، رجعناهم. رجعوا الوجبات، انا طرت معاهم، رجعوا الوجبات، وجبات بتشهي. وفي قلق موجود على متن طائرات الملكيه برغم من ظروف جائحه كورونا. انا سافرت بنهايه شهر نوفمبر ولمست هذا الشيء، وخلص يعني من يوم طالع ما رح ارجع اسافر الا مع الملكيه الاردنيه. إن شاء الله. عن جد، لانه حسن الاستقبال، الضيافه، يعني المضيفين والمضيفات اللي كانوا موجودين مع انه هم مضغوطين ولابسين كل الوقت الماسكس وعم بيعتنوا بالناس، وبتعرف يعني كل حركه الطيران اصبحت مختلفه، بس البشاشه موجوده وطيبه الاردنيين موجوده فيهم. عشان هيك احنا بنحب الملكيه، يعني هاي من امتيازات الملكيه طبعا. بس انت ما جاوبتني على السؤال. انا قلت لك سامر الانسان كيف بيوصف الملكيه، يعني هيك كلمه من القلب. لما هي ان كان وصفي انه هي من يعني في نوع من العشق بين الملكيه، لانه فيها هالاختلافات الواسعه جدا، يعني كل الاختصاصات. وانا كان لي الحظ وكان لي الشرف انه اخدم في كل جوانب الملكية الأردنية، فأعطتني فكرة أولا عن كل جوانب اللي أنا ذكرتها. نعم. وباختلافاتها، وكمان التعرف على كل الناس في الملكية الأردنية. فهاي بالنسبة لي أنا الملكية، يعني حياتي كلها مضيت فيها 30 سنة أول فترة، وهلا بدينا عداد جديد. طبعا عداد جديد. إن شاء الله يا رب تكون هاي الفترة أيضا برغم جميع التحديات فترة فيها نجاحات وإنتاجات، وأكيد إحنا رح نحكي عن كل ما هو جديد وكل الخطط المستقبلية. بس اسمح لنا نأخذ أول فاصل إعلاني ونرجع لنتابع حلقتنا لليوم مع السيد سامر عبد السلام المجالي ونوستالجيا الملكية الأردنية.
مستمرين معكم بهالحلقة الخاصة مباشرة من الملكية الأردنية احتفالا بالذكرى السنوية على تأسيسها مع الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة السيد سامر عبد السلام المجالي. شكرا كمان مرة لاختيارك شاشة عمان تي في وبرنامج نوستالجيا، وأيضا بدي أقول للناس بأنه إحنا كلنا فخر بأنكم اخترتوا أيضا حلقات نوستالجيا لتعرضوها على متن الطائرات، طائرات طبعا الملكية الأردنية. سعيدين جدا بهذا الإنجاز وشكرا على الثقة الكبيرة. بالعكس، شكرا لكم. ثانك يو. سمعنا واعلنتم مؤخرا بانه في خطط لتوسيع الشبكة، في خطوط جديدة ستطرحها الملكية الأردنية، بنقدر نسمع اكثر منك؟ طبعا، يعني للأسف الأحداث اللي عصفت في المنطقة في آخر فترة، طبعا انتهاء في جائحة كورونا اللي إن شاء الله تنتهي عن قريب إن شاء الله، ما كان في نمو كبير جدا في الملكية الأردنية في آخر فترة، فحطينا الآن يعني بعد ما تنتهي إن شاء الله فترة التعافي الآنية، حطينا خطة طموحة للخمس سنين، من 5 إلى 7 سنين القادمة في عملية توسعة شبكة الملكية الأردنية، ابتداء في توسعتها في المنطقة. الملكية الأردنية على الرغم من الصعوبات اللي واجهتها لها سمعة ممتازة جدا في منطقة الشرق الأوسط، وبالتحديد طبعا غير الأردن، العراق، سوريا، لبنان إلى آخره، وكل المنطقة هذا الإقليم سمعة قوية جدا، ويعني براند قوي جدا. فهذا بدنا نستغل هاي الأمور ونتوسع بشكل كبير جدا في المنطقة. الآن عندنا توسع كبير في العراق، بنطير إلى 4 نقاط في العراق بوتيرة التشغيل عالية، إن شاء الله سوريا بعد فترة بسيطة من الزمن بترجع للأمور وتتعافى بشكل أساسي وبتفتح البلد. حاليا احنا عندنا نقل مسافريننا من خلال سوريا، من خلال باص من أمنه لمسافريننا من خلال من وسط الشام حتى يصلوا مطار الملكة عليا بدون توقف، يعني مساعدة للمسافرين إلى حين استئناف الحركة الجوية. طبعا ايضا نقل بري يعني باص في ظل عدم طبعا السماح للطيران حاليا الى سوريا، عم نستخدم باص لتسهيل تسهيل عمليه الطيران. نعم، ولكن يعني نتمنى انه نستمر ونرجع لسوريا في اقرب وقت. فهاي الشبكه راح تكون شبكه واسعه في المنطقه، يعني يمكن تقريبا 20 الى 25 نقطه أساسية وثانوية في المنطقة، اللي يكون مربوطة بشكل يومي أو أكثر من رحلات يومية مع عمان. فهذا بنصير إحنا اللي بنربط الإقليم مع بعض البعض. نعم، وهي في حركة نقل بين الإقليم بشكل كبير جدا، مش من النقاط الأساسية بس بين النقاط الثانوية من خلال عمان. طبعا، وبعدين من هاي الشبكة الإقليمية بننطلق إلى الشبكة المتوسطة، أوروبا والخليج وبعد الخليج، وأيضا نربط هاي الشبكة الإقليمية مع شبكتنا اللونج رينج اللي هي لأمريكا وللشرق الأقصى. فهذا هو توجهنا، وإن شاء الله خلال هالفترة بدنا ننتقل من تقريبا 35 نقطة في العالم إلى حوالي 60 نقطة خلال الخمس سنين إلى 7 سنين القادمة. بالنسبة لتحديث الأسطول مستر سامر، هذا بتماشى مع عملية تحديث الأسطول. كمان أيضا نتيجة الظروف اللي صارت لم يتم عملية تحديث الأسطول بشكل أساسي خلال الفترة 10 سنين الماضية، وخصوصا فيما يتعلق في الأسطول الوسط والطائرات الصغيرة. صار في تحديث على الطائرات الكبيرة اللي هي البوينغ 787، هذه اللي عمرهم 7 سنين بس، باقي الطائرات كلها قديمة شوية، وإحنا عارفين هذا العملية. طبعا من ناحية نوعية الطائرات وسلامتها ما في أي غبار على الطائرات هذول بغض النظر عن قدمها، ولكن طبعا من ناحية استحسان المسافرين بحبوا دائما يطلعوا على طائرة جديدة شكلها جديد وإلى آخره. فهذا كله بيتجه نحو الحداثة مش بس في قطاع الطائرات، يعني الحداثة بشكل عام. لا، في أمر سايكولوجي كبير في هذا الموضوع. وطبعا أيضا يعني الطائرات القديمة معناها زي ما حكيت من ناحية سلامة عامة ومن ناحية كل الجوانب اللي تتعلق في هذا الموضوع ما في أي غبار على هاي الطائرات، يعني ما في، يعني بدي أطمن الناس إنه طائرات قديمة جديدة
تخضع لنفس المستوى الصيانة ونفس المستوى الأمن والسلامة مثلها مثل الطائرات الجديدة والقديمة. نعم. ما لا شك في ذلك، ولكن زي ما حكيت وبعدين كلفة الصيانة أصلاً بتزيد مع الطائرات القديمة، وعملية الريلايبيليتي تبع الطائرة يعني أنه بصير عطالها أكثر طبعاً شوية كل ما كانت أقدم، كل ما كان مقدم، فضروري لازم نحدث الأسطول. فالمشروع أيضاً كمان بتضمن زيادة عدد طائرات الملكية الأردنية من 24 طائرة موجودة حاليا لفوق 40 طيارة في هالفترة الزمنية اللي تكلمت عنها، منها أيضا تحديث الطائرات وزائد نمو يعني. نعم. مع بعض مع يعني بعض خطة واحدة، يعني طائرات بتطلع قديمة بتجي محلها جديدة يعني تبديل، زائد طائرات إضافية. نعم. فهي هي تقريبا يعني ملامح الفترة الجديدة. إن شاء الله بتكون يعني البشائر خير زي ما بيقولوا، والحديث فيه تفاؤل وفيه أمل إن شاء الله بعد الظروف يعني الصعبة اللي مرق فيها قطاع الطيران التجاري والنقل الجوي بشكل عام. بحب أسألك أيضا مستر سامر عن الخدمات اللي بتقدمها الملكية الأردنية، سواء الخدمات الأرضية أو الجوية لمسافريها، بالإضافة للمميزات التنافسية اللي بتتميز فيها RJ. طبعا ستي، أولا إحنا طبعا بنقدم يعني كافة أنواع الوسائل الراحة، وطبعا هذا أيضا مهم جدا في ظل التنافس الشديد اللي بتجينا من شركات منخفضة التكاليف. هذا منتج وهذا منتج، شركات منخفضة التكاليف عندها منتج يعني له زبونه، أسعار التذاكر بتكون أرخص، لكن الامتيازات على الطائرة بتكون أساسية. نعم. كرسي وفقط لا غير، بدك أي امتياز إضافي، حتى بدك تعمل تشيك إن إلى آخره، بدك تدفع زيادة، بدك عفش زيادة، بدك تدفع زيادة أنسون. إحنا طبعاً المنتج تبعنا مختلف، إحنا المنتج نقول الكلاسيكي اللي عم نحاول نطور عليه، من ناحية إنه كل الخدمات متضمنة داخل التذكرة نفسها. في رفاهية أيضاً، يعني نوع من الرفاهية هي إحنا بالنسبة لنا هي أساسية، يعني المقعد يكون مريح، الوسائل الترفيه في درجة رجال الأعمال، درجة سياحية في كل الشغلات، الامتيازات على الطائرة في عملية وسائل الترفيه طبعاً، والآن الاستثمار في عملية وسائل الترفيه راح تصير مرة ثانية في عملية الفيديو اللي في الكرسي مرة ثانية، زائد موضوع واي فاي راح يكون على الطيارة، فراح يكون في يعني واي فاي للناس اللي بيستعملوا بيحبوا يستعملوا الواي فاي والإنترنت، بالإضافة لعملية الوسائل الترفيهية اللي موجودة، الشاشة اللي موجودة على وطبعاً استثمار في موضوع الأكل وكذا بالآخر. حالياً في عندنا سكاي كونكت سيرفيس اللي هو الوسائل الترفيهية من خلال استخدام الأجهزة الشخصية. نعم. في المستقبل رح نرجع الأجهزة اللي موجودة في الكراسي. طبعاً عندنا برنامج مسافر دائم متميز RJ Club، عندنا طبعا صالات الراحة في كل المطارات، يعني امتيازات مختلفة واللي هي موجودة في كل شركات الطيران، وإحنا أيضا بنقوم في هذا العمل بشكل أساسي وبنحسن فيها كل الوقت. يعني تميز الملكية بعتقد بشكل أساسي هو العنصر البشري، ومرات الناس بتشكي عليها شوي يعني العنصر البشري من ناحية سلبية، يعني بيشكوا أنه والله ما ساعدونا أو كذا أو تلأمنوا علينا ولا آخره، بس بشكل أساسي وعام، وإحنا طبعاً نعمل يعني استبيانات بشكل كامل وبنسمع للناس طبعاً بشكل كبير، في استحسان كبير على يعني كرم الضيافة في الملكية الأردنية والخدمة الشخصية اللي موجودة طبعاً، والطيبة والابتسامة هذا والكرم يعني هذا هو موجود، وحتى مرات يعني بتصير إنه الكرم بصير زيادة شوي عن اللزوم. يعني في مرات مسافرين شاكولي إنه المضيفة يعني بتقدم الوجبة والمسافر بيقول شكراً ما بدي، وبتيجي المضيفة بتقول لا ليش ما بدك توكل، يعني كان هي في بيتها، وبصير في أخذ وعطاء على الموضوع أكثر من ما يجب. بس أنا صراحة هديك المرة كنت رايحة على بيروت والمضيفة فعلاً قلت لها لا شكراً، قلت لي ليش زاكي كتير الأكل، فأقنعتني وأكلت، انبسطت على الأكلات يعني صراحة، مش الكل خلينا نقول ينزعج من لا ما بقول لك، بس يعني انه في يعني بقول لك انه قد ما مرات احنا بنزيدها اكثر من اللزوم، أكثر من في ناس بيقولوا انه يعني هذه يعني مش مهنيه او مش بروفيشنال، بس 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 ما بس يعني طبعا الـ 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 الاكثريه العظمى بتحب هذا طبعا، وهذا بنلاقي هذا العنصر البشري لانه معظم كادر الملكيه الاردنيه هم من الاردنيين. نعم. واحنا هذا بنتميز عليه بالمقارنة مع كل المنطقة الثانية الموجودة في المنطقة، يعني في شركات موجودة ضخمة في المنطقة إمكانياتها أوسع،
بكثير من الملكية الأردنية، استثمارات اللي فيها شبكتها أوسع، مساعدة يعني مالكيها بشكل أوسع بكثير، ولكن كادرها مش كادر وطني طبعا. فهذا هو الفارق اللي بعتقد تتميز فيه الملكية. وهذا بالمناسبة يعني خطوتنا لأمريكا كثير بتستفيد من هذا الجانب. الأردنيين اللي بيغتربوا برا بالنسبة لهم لما يصلوا كاونتر الملكية الأردنية كانوا موصلوا البلد ولما بيطلعوا على الطيارة. صح. فبالنسبة لنا يعني في عنا احنا ايجابيات كبيرة جدا في هذا الجانب، والناس بتحبنا لهاي الخصوصية اللي مش موجودة عند منافسينا اللي اقدر منا في المنطقة. نعم. في تقرير اعدناه بمناسبة هاي الحلقة مع الكابتن وليد نزال اللي هو يعتبر من الاسماء اللامعة في الملكية الأردنية، وهو ايضا كما ذكرت مستر سامر عايش في حالة عشق مع هذه المؤسسة، وحب بمناسبة هذه الحلقة يقدم لنا هاي الرسالة، فاسمح لنا نتابعها مع بعض. يلا. أنا بفتخر بوجودي في الملكية الأردنية والخدمة الأربعين سنة اللي خدمتها في الملكية الأردنية. أنا التحقت في الملكية الأردنية عام 1965، كنت قادم من سلاح الجو كمعار، وحصل لي شرف حتى بسلاح الجو أني طرت مع جلالة الملك في السرب الملكي. بعد الالتحاق التحقت كمساعد قائد طائرة، وبعد بست سنوات ترقيت لقائد طائرة، وتسلسل الوظيفة بعديها بحمد ربنا إنه وفضل للملكية الأردنية أهلتني كمدرب، ومن ثم أهلتني إداريا، كنت قائد أسطول ومن ثم مدير سلامة، وبعدها صرت مدير تنفيذي للمستويات والتدريب، وبعدها صرت قائد طيارين، بعد ذلك صرت رئيس دائرة، ومن ثم قمت بعمل الماجستير، وساعدتني الملكية الأردنية بالحصول على الماجستير يعني زمنيا وماديا، وبعديها صرت نائب المدير العام ورئيس القطاع الفني. في نظري تسلسل أنا فخور فيه، ولا شك الملكية الأردنية كان لها الفضل الكبير في ذلك. أؤمن بعمل الفريق، وهذا كان من المسببات اللي الملكية الأردنية فيما بعد بدأنا نعمل على دورة متكاملة اسمها Human Factors، الأسس الإنسانية. علميا ثبت أن 80% 70 إلى 80% من الحوادث في العالم سببها الإنسان. الحوادث قبل 30 عام كان سببها الماكينة، الآلة، الطائرة. الطائرة صارت رائعة، فبقي العامل الإنساني. فطورنا، والملكية الأردنية كانت سباقة، وقبل ما كان يكون مطلوب من السلطات الدولية والمحلية، قمنا بتطوير هذا البرنامج اللي لغاية الآن الحمد لله، وأعطيناه لشركات أخرى، وعندما طلب كان جاهزا كاملا عندنا. العوامل الإنسانية هي عدة: أولا عملية الاتصال، القرار، القيادة، التعامل مع المواقف الصعبة، التعامل مع الخطأ، التعامل مع التحديات الخارجية. كل هذه إلها، لأنه الطيار حاليا، أنا بدي بجوز أسأل سؤال، عمان شيكاغو 14 ساعة، ممكن تكون 14 ساعة. أيام سابقاً، أيام مطرة الدي سي 3 داكوتا في سلاح الجو، 4 ساعات معناته أنا ماسك الطيارة 4 ساعات. حالياً الطيار الأوتوماتيكي، أنا بطير من الطائرة من الرحلة كلها دقيقتين إلى دقيقتين ونصف، وما تبقى هو إدارة، إدارة الموارد. أنا اللي بفتخر فيه إنه جلالة الملك حسين كان يشعر إنه جزء من إزالة الضغط النفسي إنه يطير الطيارة. والطائرة اللي كنت أطيرها حصل لي شرف ولمدة بسيطة، طائرة اسمها فالكون 20 مستر 20، كان يعني يعشق طيرانها، وفيها أجهزة حديثة وفيها طيار أوتوماتيكي. كان يرفض استعمال الطيار الأوتوماتيكي ويحلق بالطائرة أفضل من الطيار الأوتوماتيكي. ففي رحلة من الرحلات كان في توتر في المنطقة، طلب أنه يطير الطيارة، وشعرت أنه كان هناك استمتاع، متابعته للأمور، إنسانياته اللي كان يتعامل معنا ومع الآخرين. أنا تعلمت الكثير الكثير من صبر
وبعد نظر وطريقة التحدث وطريقة متابعة الأمور والإنسانيات. يعني احنا بنقول الإنسان غير يعني أغلى ما يملك، صحيح هذا شعار. أنا بدي أحكي لك هذا الحكي كمان استمر على دور جلالة الملك عبد الله. أنا حصل لي الشرف إنه أول ما أدخلنا الطائرات الجديدة كانت 330، أنا كنت اللي أحضرت الطائرات من لعمان، كان جلالة الملك عبد الله بالانتظار، صار احتفال، وحتى إلي صورة مع جلالة الملك أثناء استقبالنا إله يوم استقبل الطائرة. نعم. فيعني هي استمرار والحمد لله للمسيرة وللاهتمام بمجال الطيران في الأردن. لا شك من خبرتي وتعاملي مع كثير من الطيارين، أنا طبعا أبارك للملكية الأردنية بعيدها السنوي، وأتمنى وآمل أن تستمر أن تكون سباقة كما كانت وستبقى بمشيئة الله. الملكية الأردنية لديها عامل بشري مميز، أجهزتنا لا شك من أروع الأجهزة، لكن أنا أملي أن نبقى نتعامل بالعامل الإنساني مع الراكب مع بعضنا، والاستمرار بالتحدي، تحدي نفسنا والتحدي اللي بيجعل الملكية الأردنية من رواد الطيران في منطقة الشرق الأوسط. شكر أكيد كبير للكابتن وليد نزال، وأيضا شكر لكل الكابتنز اللي موجودين بالملكية الأردنية، السابقون والحاليون، وأيضا الكادر الوظيفي اللي أيضا يعمل خلف الكواليس. وإحنا مستمرين بحديثنا مع الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة المهندس سامر المجالي بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. مستمرين معكم بحلقتنا لليوم، حلقة خاصة من نوستالجيا مع الملكية الأردنية. ووصلنا هلأ مستر سامر للسؤال الأهم، وهو التحديات المستقبلية اللي عم بتواجه الملكية الأردنية. احنا بنعرف بأنه قطاع الطيران التجاري والنقل الجوي يعاني، ولكن إذا بدنا نخص تحديات الملكية الأردنية بشكل خاص. طبعا زي ما أسلفت سابقا، يعني دائما صناعة النقل الجوي وشركات الطيران بالذات هم من أصعب الصناعات من ناحية مالية، ملاءة مالية، ومن ناحية يعني قوة على تحمل المشاكل اللي بتصير، وخصوصا أنها صنعة مش بس محلية، صنعة عالمية. فيعني أي مشكلة بتصير في أي محل بتتأثر فيها سلبيا، وطبعا المنافسة وكذا والآخره. وطبعا كمان عامل إضافي أنه في يعني منافسة بين شركات مدعومة وشركة تجارية. نعم. فهذا كمان يعني شوية بغير بقوانين اللعبة فيما يتعلق في هذا الموضوع، وهذا كله طبعا يعني تحديات بالأساس هي تحديات مالية. ومرت على الملكية الأردنية تحديات مختلفة، يعني الحرب العراقية الأولى، الحرب العراقية الثانية، الأمراض المختلفة اللي صارت، وضع المنطقة وإلى آخره. طبعا أثرت على الملكية الأردنية، وأيضا عملية الخصخصة، وخصوصا إخراج الشركات اللي كانت تساند الملكية الأردنية ماليا من ناحية إيرادات للملكية الأردنية، مثل الأسواق الحرة، الهندسة، الصيانة، كذا، كل هدول كمان استعملتهم الحكومة، باعتهم مشان تردف يعني تستعيد القسم اللي ضخته في الملكية الأردنية. وكان إجراء يعني كويس، ولكن أضعف الملكية الأردنية بنفس الوقت، لأنه شال منها مصادر الدعم المالي. صفت الملكية الأردنية عبارة عن شركة طيران بحتة تعتمد على بيع التذاكر بشكل أساسي فقط لا غير. فلما بصير في مشكلة في المنطقة مثل ما صارت، أو جائحة مثل الكورونا، اعتمادنا الكلي على عملية التذاكر، فإذا ما فيش تذاكر بتصير الخسائر كبيرة. نعم. فهذا هو التحدي الأساسي. أنا بهذا السياق يعني الملكية الأردنية طبعا يعني وكل التقديرات اللي بتشير فيها، كانت في دراسة للأياتا قبل عدة سنوات بتقول أنه الناتج تبع الملكية الأردنية وجودها في الأردن تدعم الناتج الوطني المحلي بتقريبا $1 بليون بالسنة. هذا يعني نسبة وتناسب مع اقتصاد الأردن بتشكل يعني نسبة 2-3% أو 4% من الاقتصاد الأردني، وضع الملكية الأردنية من ناحية التوظيف، من ناحية الأكسس لكل أنحاء العالم والآخرين. وشركة الطيران هي عبارة عن خلينا نقول
الطرق السريعة إلى العالم، مثل ما الدولة بتستثمر في الطرق السريعة داخل المملكة، إحنا الطرق السريعة الأوتو روتس الأوتو الموتور ويز إلى العالم، وهذه هي أهمية الناقل الوطني. طبعا التحديات موجودة، عانت ماليا في الفترة السابقة من ما صارت شركة الملكية الأردنية، وخصوصا بعد عملية القصصة من هذا الضعف اللي تكلمت عنه. دولة ضخت فلوس في الملكية الأردنية في حينها، الملكية من خلال خصخصة الشركات هذه زائد خصخصة الملكية الأردنية نفسها أعادت للدولة قسم كبير من المبالغ التي صرفت. في الأخير تقريبا التوازن بين ما ضخته الملكية الحكومة بالملكية وتم ما تم استعاده للدولة من الملكية الأردنية من خلال الخصخصة. هاي نقطة كتير مهمة، لأنه مش الكل بيعرف، يعني عادة إحنا كمواطنين بفكروا بأنه يعني انضخ أموال كبيرة بالملكية الأردنية وما لها نهاية. تخسر بالزبط. وما لها نهاية. مظبوط، هي هاي هي العملية طبعا، لأنه يعني الناس بتتناقل، ودائما للأسف الأخبار السيئة هي اللي بتتناقل أسرع من توصل الأخبار، أسرع من الأخبار الحلوة أو الصحيحة. ولكن بشكل عام الحساب العام آخر 23 سنة تقريبا يعني في توازن بين ما جانا من الدولة مساعدات، وما قصرت الدولة في هذا الجانب، مقابل ما رجعت للدولة من خلال خصخصة الملكية الشركات المستثمرة زائد لها. فالآن الملكية الأردنية بدها مساعدة، وهذا أكبر تحدي لنا الآن، أنه الملكية الأردنية وضعها المالي بعد الجائحة اللي صارت والخسارة اللي صارت في الجائحة السنة الماضية بتشكل تقريبا 60 إلى 70% من الخسائر المتراكمة على الملكية في سنة واحدة فقط، طبعا نتيجة شغلة ما لها علاقة الملكية فيها. وهذا الكلام ينطبق على معظم شركات الطيران عالميا، وعالميا معظمهم أخذوا نوع من المساعدات من حكوماتهم. في أمريكا أخذوا 40% من خسائر شركات الطيران غطتها الحكومة الأمريكية. في أوروبا تقريبا من 30 إلى 35% من خسائر شركات الطيران غطتها حكوماتها. طبعا احنا عارفين إمكانيات الحكومة الأردنية والوضع مش سهل يعني، ولكن يعني هذا لا ينفي أنه الملكية الأردنية بحاجة إلى مساعدة مالية لتخطي هذه المشكلة فقط. وإحنا يعني الملكية ما عم بتدور على نوع من الدعم المستمر، هو دعم مؤقت، دعم لغرض معين، من جائحة لغرض معين نتيجة ظرف معين صار في هذه الفترة. فهذا هو أكبر تحدي إلنا حاليا في عملية، يعني إحنا السنة هذه سنة ممتازة كانت بالنسبة لنا، ولكن هذا لا يمحي ما حدث السنة الماضية. صحيح. وبداية طبعا بداية السنة هاي أول ربع كمان أيضا كان استمرارية، وإحنا الآن لساتنا في 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 الجائحة، يعني هلا لم تنتهي وما تعافى المشهد. صارت يعني نقول الموجة الثالثة أو الموجة الرابعة، زائد موضوع التحور هذا يعني شيء جانبي كمان، يعني فهي استمرارية لما حدث. يعني بدي أتوقف هون مستر سامر عند نقطة، لأنه بإحدى لقاءاتك التلفزيونية تحدثت عن الإجراءات الحكومية في ظل جائحة كورونا، وكيف كان ممكن تكون القرارات الحكومية ما بدي أقول ظالمة أو يعني أقل وطأة على نسبة الخسائر، كونه الملكية الأردنية بتعتمد على الترانزيت بشكل كتير كبير. فإحنا عارفين أنه الحكومة كانت عم تتخذ قرارات لأنه الوضع الوبائي كان صعب، وكانت عم بتحاول أنها ما بدها موتى بالمستشفيات وما إلى ذلك، فعم تفكر من ناحية صحية. بس هل تعتقد أنه كان ممكن القرارات تكون مدروسة أكثر فيما يخص الطيران والملكية الأردنية؟ يعني هذا رأي شخصي طبعا، ودائما متخذ القرار هو صاحب الصلاحية بالنهاية، بس بعتقد أنه كانت الإجراءات صارمة أكثر من اللزوم، وخصوصا في صيف السنة الماضية لما كنا نلاحق 5 حالات وثلاث حالات وأربع حالات يعني، وإغلاقات شديدة على أكمل حالة، وفي الأخير بعدين تعاملنا مع 7000 و8000 و10000 حالة في اليوم. فيعني يعني كان في شوية يعني استغراب في هذا الأمر. معظم شركات الطيران دولها سمحت لها في الاستمرار في الحركة لنقل ركاب الترانزيت. الحكومة الأردنية إذا ما بدها تدخل الناس على الأردن كويس، ما في مشكلة يعني، ولكن حركة الترانزيت اللي هي بتتعلق في عبور المسافرين في مطار الملكة عليا لفترات من الزمن تحت ظروف خاصة معزولة، كانت لازم ممكن تسمح للملكية تستمر وتعتمد على حركة الترانزيت بشكل أساسي. كانت خففت الخسارة، إلا الخسارة كانت موجودة، موجودة لكن ممكن تكون أقل.
وفعلا معظم شركات الطيران اللي موجوده بالمنطقه استمروا، مثل القطريه، مثل الاماراتيه، مثل التركيه، استمروا في عمليه نقل المسافرين الترانزيت من دوله مفتوحه من خلال دولتهم الى دوله ثانيه. هذا يمكن كان هذا جانب اللي كان شويه كان اكثر يعني مجحف. اغلاقات مجحف للزوم. يعني احنا اغلق الطائرات الملكيه قعدت على الارض 6 أشهر من شهر 3 إلى شهر 9 بالكامل باستثناء الرحلات الاستغاثة اللي ساعدت الملكية الأردنية في إخلاء أجانب إلى الخارج وإعادة الأردنية للوطن، بالإضافة إلى حمل الشحن المطلوب للأردن شحونات الطبية، وإلى الآن الملكية الأردنية هي اللي بتحمل شحونات كل شحونات الفايزر من أوروبا إلى الأردن. فهذا الواجب يعني واجبنا في هذا الموضوع. فهذه العملية أنه شوية كانت مجحفة. بعد ما فتح المطار أيضا كانت الرحلات مقننة جدا، كان مسموح للملكية 3 أو 4 رحلات في اليوم. حركة الملكية حوالي 30-40 رحلة باليوم، فهذا التقنين كان واستمر للربع الأول من السنة هاي نتيجة عدم قدرة الفحص في المطار يلحق على عدد المسافرين. فيعني تقريبا سنة كاملة الملكية الأردنية يعني منعت من التشغيل، وهذا طبعا سبب ضرر اللي لازم يتعوض بطريقة ما. فهذا هو هذا تقريبا الآن أكبر تحدي. طبعا التحدي الثاني هو الاستمرار بالتعامل مع التحورات اللي موجودة. للأسف مش عم نخلص يعني. يعني بس هذا يعني الجديد، يعني معظم البشائر الأولية إنه التحور سريع الانتشار. ولكن يعني الأفكت تبعه أو العوارض تبعه أخف أو خفيفة، مش ثقيلة. ومن الممكن إنه نسبة الأشخاص المطعمين أيضا المطعوم ممكن إنه يخفف. لا طبعا يعني مش إنه هذا الجانب مش كثير. وطبعا الانتشار السريع اللي صار في الأردن لسه ما له علاقة في التحور، يعني كل الزيادة صارت نتيجة بس الاختلاط اللي عم بيصير، بالإضافة إلى كثرة الحركة أمام الأطفال وصغار السن. طبعا 60% من سكان الأردن تحت سن 18، وهذول الانتشار سريع أسرع حتى من الكبار، لأنه الصغير يمكن ما يعرف أنه هو مصاب أو ما يسأل أنه هو مصاب وما تظهر عليه الأعراض. وما تظهر عليه الأعراض، فالاختلاط مستمر. نتمنى أن تنتهي هذه الجائحة ويعود القلق للملكية الأردنية ولجميع القطاعات والشركات في الأردن. بدنا نحكي أيضا مستر سامر عن دور الملكية الأردنية بمساندة قطاع السياحة اللي بنعرف أيضا أنه تضرر بشكل كتير كبير، ونتمنى أن يتعافى في أسرع وقت، خصوصا أنه مؤخرا نزلت صورة الباترا المدينة الوردية على طائرة البوينغ 787، ويعني هاي لفتة جميلة من الملكية الأردنية، ولكن أنتم أكيد تعتبروا ذراع مساند للقطاع السياحي الأردني. صحيح، يعني إحنا يعني اللي عملناه السنة هذه بالذات طرحنا يمكن 4 مبادرات في عملية خصومات كبيرة جدا للتذاكر، واحدة كانت في رمضان، واحدة بشهر 6، واحدة بشهر 8، وإن شاء الله واحدة كمان جاية، يعني تخفيضات كبيرة جدا على أسعار التذاكر وبدون شروط. هاي المرة تميزت أنه ما في عليها شروط. صح. يعني كثير واضحة معينة وما فيها أشياء يعني مخباية، خصومات 50 تصل ل50% وأكثر في هذا الموضوع. وهذا طبعا القبول إجت من الخارج، يمكن 1/3 اللي إجا من داخل الأردن، فهذا كمان لقت استحسان كبير خارج الأردن. إحنا عندنا تعاون وثيق مع هيئة تنشيط السياحة، هم كمان ساعدونا في عملية إظهار الطائرة في ألوان البترا، هيئة تنشيط السياحة، وعندنا تعاون وثيق جدا، وعندنا مبادرات إنه يكون إحنا عندنا مكاتب مشتركة إحنا وهيئة التنشيط السياحة في كل مكاتب الملكية الأردنية في العالم. نعم. يعني تصير مكتب مشترك هيئة تنشيط السياحة مع الملكية. فعندنا يعني نوع من التعاون الكبير جدا في هذا الموضوع، وعم نستثمر الآن في طائرات أيضا كمان سياحية بالكامل حتى نبيع أعداد هائلة من الرحلات العارضة. عم نبيع الملكية الأردنية الآن على طائرات الملكية كراسي مع الوكلاء اللي بينظموا الرحلات، يعني 20 و30 و40 بلوك سيتس داخل الطائرة بالتعاون مع الفنادق والآخره، اللي مش موجودة أصلاً مع الشركات منخفضة التكاليف اللي إحنا بنتميز فيها كشركات. نعم. طيران، ونبيع أعداد للسياحة وافدة بشكل كبير جداً. هذا هو يعني فطائرة البترا
التخفيضات اللي عم نسويها، وجود الملكية الأردنية في كل أنحاء العالم بتساهم بشكل طبعاً كبير جدا في نقل يعني رسالة الأردن وحضرتها وتاريخها، وأنه هي وجهة سياحية ممتازة طبعا في المنطقة. وإن شاء الله دائما بتضلكم خير سفراء للمنتج السياحي الأردني. كل مؤسسة مستر سامر بحجم الملكية الأردنية بيكون عندها دور تجاه المجتمع، نحكي شوي عن المسؤولية المجتمعية للملكية الأردنية. طبعا الملكية الأردنية يعني بتساهم بشكل كبير جدا في تدريب الكوادر فيما يتعلق في الطيران، صنعة الطيران بشكل أساسي. نعم. وعندنا مساهمات كبيرة مع المدارس والجامعات في عملية خلينا نقول الجولات اللي بيسووها طلبة الجامعات وطلبة المدارس في الملكية الأردنية، حتى نورجيهم نوع من التقنيات الحديثة وفرص العمل اللي موجودة. طبعا أيضا ندعم مؤسسة الحسين للسرطان بشكل كبير جدا في كل أعمالهم الخيرية. المنتخبات الرياضية المختلفة، الآن ابتدأنا بدعم منتخب السيدات في الباسكتبول. نعم. وإن شاء الله كمان أيضا الرجال، وننتقل أيضا للمنتخبات الأخرى قدر الإمكانيات الملكية الأردنية في دعم أتليست على الأقل تجوالهم في المباريات اللي بيسووها في كل البطولة. منحاول إحنا نركز مساهماتنا في دعمهم من ناحية السفر قدر الإمكان، لأن إمكانيات الملكية المالية يعني محدودة، ولكن مساعد في عملية التجوال والتنقل بشكل أساسي. الجمعية الخيرية الهاشمية في نقل المساعدات من وإلى الأردن بشكل كبير جدا. عندنا كمان رعاية لمتحف الأطفال، وعندنا جانب اللي ندعمه في متحف الأطفال فيما يتعلق في الطيران وإلى آخره. الآن عم نشتغل مع المتحف الوطني فيما يتعلق في الطيران اللي هي تحت الإنشاء حاليا في العقبة، لإظهار صناعة النقل الجوي في الأردن وتاريخها. فيعني عندنا جوانب مختلفة كثيرة جدا في هذا الجانب في المجتمع المحلي، ومنحاول نطور حالنا في كل الأماكن. نعم. نكون موجودين في كافة هذا الجوانب. يعني نتمنى دائما أنه أنتوا جزء من هذا المجتمع وإقراب من الأردنيين والأردنيات، وبالأخص كمان فئة الشباب اللي هم الفئة الكبرى بمجتمعنا. إحنا رح نتابع حوارنا، وبالجزء الأخير من حلقتنا اليوم رح أطرح مجموعة من الأسئلة الشخصية للسيد سامر المجالي عن حياته وخبرته في الملكية الأردنية، فتابعونا. وصلنا هلأ للجزء الأخير من مشوارنا لليوم مع الملكية الأردنية، وبهذا الجزء رح أسأل مستر سامر الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية عن بعض التفاصيل اللي بتخصك مع الملكية، بمعنى إذا في موقف مؤثر صار معك أثناء عملك بالملكية الأردنية ما بتنساه. طبعاً هو يعني في مواقف كثيرة، بس يمكن أكثرها كنت نائب مدير عام في المطار، مسؤول عن المطار نفسه. كان أكثر إشي مؤثر إلي لما توفى جلالة الملك حسين الله يرحمه. الله يرحمه. ورجعته للأردن، هو كان طبعاً يموت على الطيران، فكانت يمكن أحسن وداع له إنه بالطريقة اللي هو كان يحس فيها يعني مرتاح ويحب. طلعت طيارته من أمريكا، كل دولة كان يطلع فيها كان يطلعوا سلاح الجو البلد هذيك ويعموه. فمثلا في أمريكا طلع سرب من طائرات المقاتل الأمريكية لوصلته لأيسلند. أيسلند دولة صغيرة فيش فيها يمشي، بس كل سلاح الجو تبعهم طلعوه مشان يحمل الملك. بعدين قطعت إلى إيرلندا، نزلوا طيران وكل سلاح جو كان يسلم سلاح جو ثاني، فالأيسلنديين سلموا لإيرلندا، إيرلندا طلعوا كمان إشي متواضع عندهم، لا وصلوا بريطانيا أيضا سلاح الجو البريطاني الفرنسي الطلياني، كل الطريق لحتى وصلوا وسلموا بعدين سلاح الجو الأردني لما دخلت الطائرة الأجواء الأردنية. فيعني كان عنده نوع من التكريم للشغل اللي بيعشقها، وهذه يمكن كانت أكثر شيء مؤثر في حياتي وأنا في الملكية.
وفي حينها كنت أيضا مسؤول عن ترتيب الوفود اللي جاي في المطار. نعم. من ناحية تنظيم الطيارات والآخره. المطار كان صعب، كنا عندنا مدرجين، واحد وقفنا وحطينا فيه كل الطيارات اللي جاية، فكان في يمكن 40 أو 50 أو 60 طائرة موجودة في مطار الملكة عليا وماركة والعقبة. كل وفد كان يجي 4-5 طيارات، وكيف تنظم الكوادر وكيف تنزل الرؤساء الدول والآخره، يعني كانت عملية تنظيمية صعبة جدا، ولكن بالنسبة لنا كانت يعني شرف في حينها أن نسويها. عن هذا اليوم تحديدا وعن جنازة العصر بيتأثروا. اسمح لي كوننا عم نحكي، بحب أوجه تحية كتير كبيرة لوالدك دولة الدكتور عبد السلام المجالي، هو من الرجال اللي لهم فضل أيضا كبير على هذه الدولة، وإحنا بمئوية الدولة الأردنية فمنعتز فيه، وأكيد نبعث له كل التحايا، وهو كان له ظهور خاص بإحدى حلقات نوستالجيا. الله يطول بعمره يا رب، وأكيد أنا بحترم دموعك وتأثرك. إذا ما كنت بمنصب مدير عام، بدي أغير لك الأجواء، إذا ما كنت بمنصب مدير عام، شو الوظيفة الأحب إلى قلب سامر المجالي؟ ممكن أحسن إشي فكرت فيه، أيوة، أولاً قبل ما أفوت على الملكية وحتى قبل ما أدرس بالجامعة كنت بكون طيار. لكن وقتها يعني نظري ما كان يسمح، وما كان في العمليات الجراحية اللي بتسمح إنه تصليح النظر، صرت مهندس. قربت قد ما بتقدر على عالم الطيران. طبعا ولاحقا تعلمت طيران، يعني نقول طيران خصوصي خاص يعني. نعم. تعلمت اطير طياره مروحيه صغيره يعني، ولكن يعني استمريت في مهنه الطيران، فهذه بالنسبه لي كانت يعني حلم في البدايه. حتى لما كنت صغير كان عمري 12-13 سنه، وحتى اصغر كنت أشتري المودلز تبع الطيارات وأبني الطيارات من البلاستيك والتلزيق. يعني عشقك الطيران من البداية. يلا منيح أنه استمرت وكنت بالملكية. هذا يمكن الدافع تبعي في الملكية، يعني بشكل أساسي ليش أنا يعني حاب الشغلة وحاب بعطيها كل جهدي وكل وجداني في, 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 في العمل. مهم جدا هذا. طبعا يعني بقول بشكل عام في الحياة الناس لازم تلاقي المهنة اللي هم بيعشقوها، صح، حتى يقدر يستمر في يقدم
كل الوقت وما يحس حاله عم بيشتغل، يكون هذا شغفه بالضبط وهي هي طبعاً. يعني انت بتعتبري يعني حياتك العمليه تقريبا من ثلث او 40% من حياتك اللي بتمضيها في الدوام او في الكذا، اذا هذه مش ما بتبسطي فيها وما يعني ما في تفاعل فيها، مش كل يوم يعني، بس انه قدر الامكان يعني حياتك ثلثها رايحه طبعاً. او اكثر من ثلث، فهي هاي مهمه جدا يعني، فلسفه مهمه جدا في الحياه انه الواحد يلاقي المهنه اللي اقرب شيء للي بده اياه طبعا وهو اصلا رح يكون ناجح فيها اكثر 100%. الانسان اللي بيحب عمله بينجح بعمله اكثر. بدي اسالك عن اول قرار اتخذته لما استلمت اداره الملكيه الاردنيه سواء بال2001 او مؤخرا بال2021. الثنتين فترات صعبه زي ما قلت لك، اول مره لما استلمت بال2001 قبل 20 سنه كمدير عام، بعديها باسبوعين صارت احداث ايلول 9/11، فيعني التعامل مع هذا بالنسبه لصناعه النقل الجوي كانت كارثه يعني طبعا. وطبعا احنا لساتنا شركه حكوميه، تحولنا لمؤسسه خاصه، كيف يعني نعمل التغييرات اللي مطلوبه داخل الشركه؟ وضعنا المالي كان مش ممتاز، زائد اجت هاي، فيعني كيف القرارات نتعامل؟ تعاوننا كثير مع السلطات الامريكيه حتى نرجع تشغيلنا لامريكا، كل الاجراءات الامنيه المختلفه والكشوفات اللي كانت مطلوبه، كانت يعني عمليه صعبه جدا حتى خرجنا من هذه الازمه. وطبعا تاثرها يعني حركه النقل الجوي بشكل عام لما تشيلي يعني سوق كامل طبعا يعني صعب بحجم كان السوق بالزبط. الامريكي المره هاي كورونا كورونا يعني ف لا إن شاء الله اللي جاي بدناش نشرحها مرة ثانية بدناش نشرحها 100%. بالنهاية مستر سامر، إذا في بصمة معينة بتتمنى أنك تتركها بالملكية الأردنية شو بتكون؟ أنا بالنسبة لي أهم شيء وكمان اتطرقت له قبل اللي هي العنصر البشري الناس. إحنا في الأخير يعني شركة طيران هي عبارة عن أو مكوناتها يعني حديد وغزاز وخشب، يعني هذه مكونات إن كانت العمارة ولا إن كانت الطائرة ولا آخره. الروح تبع شركة الطيران هم الموظفين اللي فيها طبعا، وعملية إدخال الموظفين بشكل كويس، يعني عملية التنقية الموظفين بشكل مرتب، إدخالهم بالشركة ووضعهم على الطريق الصحيح منذ البداية، يعني الكالتشر الإيجابي في الملكية يتعلموه، السلبي يحطوه على طرف، لأنه كل مؤسسة فيها نوع من الكالتشر طبعاً. الثقافة المؤسسية اللي هي قسم منها إيجابي وقسم منها سلبي، كيف يعني نوجهه بالطريق الصحيح منذ البداية ونساعده في البداية، استثمار في تطوير الكوادر البشرية على مدى يعني سيرتها الذاتية في الشركة، وخصوصاً في عنا يعني ضعف عام إن كان في الملكية ولا بالعالم العربي في الإدارات الوسطى وتأهيل الإدارات الوسطى ونبتعد عن عملية إنه الترفيع يصير بس فقط لأنه جمع سنين حسب الأقدمية بده يكون في يعني تأهيل أكثر على الجوانب الفنية والجوانب الإدارية القيادية للكوادر منذ البداية، يعني من أول سنتين وثلاثة حتى ننمي هذا الشعور. فبالنسبة لي يعني الاستثمار في الكوادر البشرية من أهم الشغلات اللي ممكن أسويها، وهذه اللي بتكون سر نجاح الشركة من عدمه طبعاً. وفي الأخير يعني هم الناس اللي راح ينجحوا الشركة وهم اللي راح يفشلوها، فالشركة لازم تستثمر في هاي الطاقة وتنميها وتطورها from day one من البداية، يعني خلال كل الفترات، وحتى لما اللي بده يطلع من الشركة يطلع بشكل مرتب، ويعني يصير في نوع من بدي أقول مكافأة بس بالطريقة يعني محترمة مش مثل حضارية حضارية مش من الناس بتشوف. احنا بنتمنى لكم كل التوفيق، ومجددا بحب اشكرك انك اخترت شاشه عمان تي في وبرنامج نوستالجيا لتشاركنا بهالحديث الوجداني والانساني والعاطفي عن الملكيه الاردنيه، وايضا بحب اشكرك مجددا بانه راح يتم عرض حلقات نوستالجيا وهذه الحلقه بالاضافه للحلقات الاخرى على متن الطائرات. شرف كثير كبير لنا وفعلا شهاده بنعتز فيها من مؤسسه عريقه، واحنا بدورنا بنتمنى لكم مزيد من التالق، وان شاء الله دائما بتضل حاملين علم الأردن وهوية الأردن وتراث الأردن بكل أنحاء العالم إن شاء الله يا ستي. يعني كلمة أخيرة بس، التمني أنه الناس الأردنيين يعني
يفكروا أفكار إيجابية عن الملكية الأردنية واستحسان عن الملكية الأردنية. نعم. وحتى لو عندهم ملاحظات على الملكية الأردنية بأي أنواع ما عندنا مشكلة، إحنا يعني نتقبل كل أنواع الانتقاد الإيجابي، النقد البناء، ونستفيد منه، لأنه هي الطريقة الوحيدة اللي نطور فيها. ولكن في النهاية اللي بيستعمل الملكية الأردنية الفلوس اللي بحطها ترجع للبلد، تنضخ في البلد. وبديش أقول هيك بس إنه الشركات الأجنبية لما تطلع عليها معظم الفلوس لما بتشتري تذكرة تطلع خارج الأردن، فهذا استثمار في إعادة استثمار في البلد لما بتستخدم الملكية الأردنية، وهي الطريقة الوحيدة اللي هي فيها تتطور فيها. فبنتمنى من الشعب الأردني يعني زبائننا الكرام انه يفكروا يعني افكار طيبه عن الملكيه الاردنيه ودائما يستعملوها في تجوالهم في كل انحاء العالم. ان شاء الله ان شاء الله كلنا لازم نرجع نسافر ونطير مع الملكيه الاردنيه. شكرا لك سيد سامر المجالي، حوار ممتع وبنتمنى انك انت كمان تكون استمتعت فيه. شكرا لك، وشكرا لكل فريق العمل بالملكيه الاردنيه وعمان تي في ايضا. شكرا لعمان تي في، وشكرا لبرنامج نوستالجا، وشكرا لك. ثانك يو مستر سامر. احنا بهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. أكيد منجدد التهاني للملكية الأردنية ونتمنى لهم المزيد والمزيد من النجاحات والتطور. شكرا مستر سامر، إلى اللقاء.